بهدف خلق مشاريع تتميز بالديمومة والمساهمة بشكل فعال في رفع الاقتصاد الوطني، سيتم تغطية المخاطر لأي مشروع مبتكر متعثر من أجل استرجاع الثقة بين حاملي المشاريع المصغرة والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. قصد العمل عليها مع شركة التأمين أنه يتم تغطية المخاطر المتعلقة بعملية التمويل من قبل شركة التأمين بالنسبة للناس اللي راح نمولوهم مستقبلا. هذا المشروع راح يسمح بتعزيز هذه الثقة، لأنه حامل المشروع اللي راح يكون عنده فشل، لأنه الفشل هو أحد الأشياء اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، نتوقعوها. ماشي كل مؤسسة تنجح، ولكن احنا الهدف تاعنا أنه نسبة الفشل تكون ضئيلة جدا. أكثر من 300 مركز تكوين لتطوير المقاولات عبر التراب الوطني تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات أبرمت بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أونساج سابقاً ووزارتي التكوين المهني والتعليم العالي بهدف تكوين حاملي المشاريع المصغرة. اتفاقية مع وزارة التعليم العالي من أجل خلق مراكز تطوير مقاولاتية للعدد تاعها اليوم 109 اللي تشتغل بشكل فعال، بإمضاء اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، الشيء اللي راح يسمح لنا بخلق 190 مركز تطوير مقاولاتية جديد، اللي راح يسمح برفع العدد ان شاء الله الى اكثر من 330 مركز. هذا الشيء راح يسمح لنا بتكوين حاملي المشاريع المستقبليين، لاننا نعتمد على دراسات تقول باللي بالنسبه للمؤسسات المصغره التكوين يساهم بنسبه كبيره في النجاعه تاعهم وفي الديمومه تاعهم المستقبليه. تعزيز روح المقاولاتية في الوسط الجامعي ومراكز التكوين المهني لدعم وتشجيع حاملي المشاريع لرفع معدل إنشاء مؤسسات متخصصة تساهم في تحريك دوالب الاقتصاد الوطني.